এমন যারা সিয়াম পিতা ভেঙে তবে যদি তাদের বেড়ে গেছে কোনো ব্যক্তি যদি স্বপ্নদোষ হয় স্বপ্নদোষ হওয়ার কারণে তার সিয়াম নষ্ট হবে না জরুরের পরে কেউ ঘুমানো ঘুমানোর পরে তার এক রোজা তার স্বপ্নদোষ হয়ে গেছে এর কারণে তার সিয়াম নষ্ট হবে না রক্তদান এরকম যদি রক্তদান করে ليلة القدر روشن كرا بشيش كري بيجو راتي
الاعتكاف بين الاصفر مسجدين كذلك الاعتمام في رمضان قولوا لكم بين رمضان مشي ولا درس هذا ما يتعلق بالمستحبات للصائم يقولوا رمضان الجنود مستحب شديد سنه شديد شمر في بلده اما ما يتعلق بصيام النافله يستحب صيام يوم الاثنين والخميس والاثنين اخر اي اكثر استحبابا من الخميس قولوا لكم بين نفر رمضان الجنود يقول الاثنين من شهر يوم قبل الفطر مريض رودانا المدة يوم الاثنين شهر رودانا بيجي كل تقول صيام ثلاثة أيام كل شهر والأولى أن تكون في الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كل شهر هجري ودي ما شيخ تيمتي رودانا سنة شتاء أفضله لأدوله زي شيء تعرض جدا كل رهاب قد مشيت تعرض جدا أنا هنديري عربي مشيت تعرض جدا كل رهاب أي تاريخ خامس شتاء أيام البيض بلا يصوم يوما ويفطر يوما صيام يوم عليه الصلاة والسلام يعدي من ذلك بين أقول من دون تجديد إذا دعونا عليه الصلاة والسلام أروزا صيام ست من شوال شوال مشيت شنك يقول ذلك أنسوا صيام عشر من ذي الحجة دون يوم العيد جمال مشيت ما تري كل جنده شو تري ما تري كل جنده مدركة بدل من مدركة نعم صيام يوم عرفة لغاية الحال أجدري بديدو يوم عرفة تيسيم شغل مرنبا صيام محرم وشهر شعبان محرم مشيت مدركة يوم شعبان مشيت مدركة صيام عاشوراء مع التاسع والحادي عشر عاشور الغدر كم؟ 9 و 11 شهر هذه الايام التي تستحب للمسلم ان يصوم بها يحرم على المسلم ان يصوم يوم الشك ان يتقدم صيام رمضان بيوم او يومين من اجل الاحتياط لرمضان اجل الرجل يقول شنطور كنك نفر بسنط رودة شكي طبعا رودة حرام هو يوم شك الدنيا شمدل الدنيا رودة لك حرام شكا هو نمت نمشن اكتنا طبعا دوين عجي صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى يدل فتر الدين رودة لك يقوم يدل عزاقي رودة لك حرام صيام أيام تشريح إلا لمن نجد الهدي من زارع حديد وقنا بذكر الدين رودة تأتي الحديد من الكبرى نقوشون تبقر অর্থ থাকবে না এরা ব্যতীত আয়াম তাশিকে রোজা রাখা হারাম আয়াম তাশিকে 11 12 13 তারিখে রোজা রাখা হারাম সিয়াম ইয়াম আরাফার হাজ মানে হাকিদের জন্য আরাফ দিবসে রোজা রাখা হারাম সিয়াম আদহর আন ইয়াসুম আদহর ওয়া ইফতার সিয়াম তাহলে শাওয়াল মাসে রোজা রাখতে ইফতার করবে সিয়াম تخصيص يوم الجمعة بالصيام على قول أنه محرم على قول الثاني أنه مكروه إلا إذا صام يوم الخميس أو يوم السبت مع يوم الجمعة نعم أدو ربي جمعة دبوشي رودة لك حام أرقارون بطا منتدي جمعة دبوشي رودة لك حام أدو ربي مكروه أيضا مما يكون بعد رمضان إخراج زكاة الفطر. أعطيتني كي حرام الأمطار حط الشباب كيف يكون زكاة الفطر الحكمة منها زكاة الفطر بيقرا مثل الحكمة كل شربة رهش هي كفارة للصائم من اللغو والرفث من الأمور التي صنعها في رمضان. إذا بدو هذا الجنون رمضان مشي شيء تشبه مسترفص قلنا ولي قدرتها অনর্থক কথা বার্তা বলেছে সেটার জন্য কাফার কাফার হবে আর كل من غربت عليه الشمس اخر يوم من رمضان فهو مسلم يفضل له عن قوت وقوت عياله صاع من الطعام تجب عليه زكاة الفطر كل من غربت عليه الشمس اخر يوم من رمضان نعم فهو مسلم Thank you.
প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তির উপর রমজান মাসের শেষ দিবসে চাঁদ অস্তমিত হয়েছে সে মুসলিম অথচ সে মুসলিম এবং তার ওই রাত্রি এবং পরের রাত্রি খাবার ও বৃদ্ধ রয়েছে এমন ব্যক্তির উপরে জাকাত ফেলতে ওয়াজিব تجب على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد. اي زكاة الفتن شنو هو؟ نالي بروش ايضا داعش عن الجنين الذي تبقى الامه. فانت جاني مولد فانت تبقى 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 مقدار زكاة الفطر زكاة الفطر قيمة صاع من طعام الصاع يساوي تقريبا تخرج على عليه فتوى 3 كيلو جرامات من الرز مثلا تحتاج وهذا أكثر من المقدار الواجب وتنوي بهذا الزائد أنه صدقة نافلة نعم فالقيمة هو إحصاء خطير إحصاء তবে এটা কি হলো পরিমাণ হলো 300 কিলো যেটা বলো 3 কিলো আর 3 কিলো এটা হলো মানে পরিমাণের যে একটু বেশি এই পরিমাণের যে একটু বেশি এক্ষেত্রে আমরা মিয়ার করতে যে বেশিটা এটা হলো সাদা মানে হলো এটা দাম ওলা মুদ আন তুখরাজ মিন তাআম আই মিন আর রুস আও জাম আও আল বুকস আও আল কাম আও আল শাইর আও আল সামি أو من قوت البلد كما ذكرنا لكم الرز مثلا نعم أو المكرونة يا شيخ نعم قلت لك إن خطتي كيف يكون زكاة الفطر خطتي على كل روز خطتي هاي روز أطبع تاول أطبع كيزون أطبع قوم أطبع جوم أكبر حق إنه جيزا كامل خبر دي على كل ولا أخذنا مال نقول من يخذنا طعام كما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام মাল বের করবেন নকদ মানে হলো মুদ্রা বের করবেন যেরকম বরং খাদ্য দিয়ে বের করবেন খাদ্য দিয়ে জাকাত দিবেন যেরকম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খাদ্য দিয়ে জাকাত দিয়েছেন ওয়াক্ত খায় জাকাত ফিতর জাকাত ফিতর লাহা সালাত আওকাত ওয়াক্ত ইস্তিহকাম ওয়াক্ত জিরাজ ওয়াক্ত তাহরিম জাকাত ফিতর বের করার সময় একটা হলো মুস্তাহাব আর একটা হলো জায়েজ আর একটা হলো হারাম يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين يوم 29 ويوم 30 من شهر رمضان. لا يوقفه لا يوقفه إذا ويستحب أن تخرج بعد صلاة فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد هذا وقت استحباب. زكاة الفطر بيقدر মুস্তাহাব সময় হলো যে সেটা ওই দিনের সালাতুল ফজরের পর থেকে নিয়ে ঈদের সালাতের আগ পর্যন্ত এই টাইমে আদায় করবে এই টাইমে আদায় করা এটা হলো মুস্তাহাব ওয়া ইয়াহরাম আন ইউখিরা আলা বা'দ সালাত আল-ফজর আরাম আলা বা'দ সালাত আল-ঈদ আন সালাত আল-ঈদ এটা হারাম হলো মানে যখন থেকে ঈদের সালাতের পরে আদায় করা এটা হারাম আলা তুদফা وتعطى للفقراء المساكين. يتولى في الذهب فكي ذكاء مسجد. في يوم العيد يصلي الفجر نعم. إذا دي بوشي صلاة الفجر ثم بعد الفجر يفطر على التمرات وترا 3 أو 5 أو 7 حتى يتحقق التفريق بين الفرض و النفل ولا بد ان يفطر في هذا اليوم قبل والسنه ان يفطر قبل صلاه العيد. اذا الفجر نمت قبل سيفطر